الماليز ده حاجه جديده مش موجود في السوق المصري. الماليز للشعر هو فكره زي ما اتشرحت ان هو ده من ناحيه شفتها برضه في الاعلام الشعر، وبننزل منتجات برضه رهيبه في السوق المصري. الماليز انت عارفه زي ما شفت كده السيدات بيقولوا ان هم كتير بيستخدموه للشعر لانه بيحتوي على بيض وخردل وزيت وكل ده مفيد للشعر. فاحنا حطيناه في ده تقريبا مع المايه وريحتها احسن وسهله الطعم، مش محتاجه قطريه جاهزه على طول. فاعتقد ده هيبقى ليه الريحه بتاعته المنتج الجديد ريحته هايله زي ما انت شفتي. الناس فتحوه شربوه وجربوه وحسوا ان ريحه مختلفه والتركيبه غنيه جدا. فبالتالي احنا تفادينا العيوب اللي موجوده في المايونيز العادي، زائد ان مش كل الناس بتستخدم مايونيز لان الموضوع صعب. احنا بنوسع الانتشار لمنتج بيحسن جوده الشعر بتاع السيده المصريه، زائد المنتج الجديد اللي مهم واعتقد انه هيبقى برضه حاجه مهمه جدا للمستهلك هو الزيت. انت عارفه الزيت ده من امتى؟ مشهور قوي في مصر، مش الزيت رقم واحد في العالم كمان. تاريخ كبير في مصر وكل الستات بنتعرفها، مفيش حد ما جربوش. احنا ننزله النهارده في شامبو. انت عارف الشامبو من عيوبه ان هو الناس دايما بتقول لك شامبو كتير بيناشف الشعر، في ماده صابون شويه. احنا التركيبه بتاعتنا غنيه وفيها زيت الامن، وتركيبه فيها مرطبات عاليه للعيون اكتر بنسبه اكتر من الشامبوات الثانيه، بحيث انه يدي تغذيه للشعر. فده المستهلك هيستقبله، واحنا اوريدي من ساعه ما طرحناه استقبال السوق ليه المستهلكين عالي جدا، في قبول عالي لان من سخطه في الامله بيستخدم الشامبو بتاعه. فدول المنتجين المهمين اللي احنا نزلناهم ونركز عليهم في الفتره اللي جايه، وان شاء الله هيكونوا منتجات زي ما انت شفت.